بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، في هذا الدرس سوف نتطرق إلى موضوع من جديد من مواضيع البي ال اس كيو ال، ألا وهو الفانكشن. طبعا الفانكشن هذه تعد النوع الثالث من أنواع البلوك. أخذنا النوع الأول اللي هو النومس بلوك، أخذنا الستورد بروسيجر، والآن نتطرق إلى الفانكشن. من خلال هذا الدرس سوف نتعرف كيف نعمل الفانكشن ونعملها كرييت، كيف نستخدمها بجملة الـ SQL، كيف نعملها ريموف، ونفرق ما بين البروسيجر والفانكشن. الفانكشن من تعريفها هي عبارة عن نيم في الـ SQL بلوك ذات ريتيرن افاليو، زي ما احنا شايفين انه هي بترجع قيمة، اما البروسيجر ما بيرجع قيمة. النقطة الثانية انه هي كستورد ان داتا بيس از سكيما اوبجكت، اذا هي تخزن كاوبجكت داخل الداتا بيس. يعني بنقدر نستدعيها اكثر من مرة، وبنقدر نحذفها وبنقدر نتعامل معها زيها زي التيبل. طبعا بالنسبه لسكيما اوبجكت انه هي بتاخذ سبيس بتتخزن في مكان معين، ولها بريفليج، لها صلاحيات ممكن تؤدي، يعني ممكن الفانكشن انه بعض الناس يقدروا يطبقوها وبعض لا. نقطة أخرى إنه نقدر نعملها إيه؟ called as a part of expression or is used to provide a parameter value، يعني بنقدر نستخدمها داخل SQL expression وناخذ القيمة بتاعتها. طريقة كتابة الفانكشن اللي هو بتحط create or replace، or replace هذا بنستخدمها لما بنعمل altering the function أو modification. اسمها الفانكشن، بنستخدم كلمة function reserved word، بنستخدم function name اسم الفانكشن، معلش البراميتر لو كانت بتدخلها بارامترز معينه، بنحط المود تبع البراميتر اللي هم ثلاث انواع ان اوت زي ما قلنا عنهم في البروسيجر هم نفسهم. الريتيرن فاليو نوع الريتيرن فاليو بس فقط، از لو عندي اي لوكال بارامتر بوضحهم هنا، فبصير عندي الاكسكيوشن بارت البيجن والاند لازم يكون في ات موست او ات ليست وان ريتيرن فاليو. طبعا احنا نجرب نعمل فانكشن بسيطه، الفانكشن هذه بتاخذ الراديوس وترجع لي مساحه الدائره. لما نقول كرييت اور ريبليس فانكشن، نقول مثلا سيركل اريا بالشكل هذا. لو احنا بدناش اياها تاخذ باراميتر بنقول هذا بيجن وانت. لو في عندك فيريبل هنا ممكن تعرف الريديوس، ممكن نعرف الباي عباره عن كونستنت نمبر، ممكن تدي له قيمه 7.3 وقوله بيكمز ايكوال 3.14 او 22/7. نعرف عندنا برضه ممكن نعرف الاريا، نقول هذا نمبر وهنا بده اس وبيجن، وهنا بنعمل ريتيرن الاريا او ممكن هنا الاريا، ونقول هنا الاريا بيكمز الباي ضرب ار، والار هذا ممكن نبعتها احنا كبراميترز. بالشكل هذا احنا حصلنا return number. هيك صار عندي function اسمها circle للاريا او area circle، بتاخذ arc number وبتعمل return لنمبر واز، وخلنا عرفنا جواها two local variable اللي هو الاريا والباي، وهي بتاخذ الايش؟ الاريا becomes equal الباي ضرب الار اللي بيجيني كبارامتر، وبترجع لي ايه؟ الريتيرن. بنشوف نعملها كومبايل، كليك يمين بقول له ايه كومبايل او ران سكريبت، تاب اكسبيرينس از نوت كومبليتد. هنا نشوف ما ايش الخطا، الاريا
فانكشن سيركل اريا كومباوند، ناخذها كذا كيف بنناديها بالشكل هذا. سيلكت اسمها اديلها لها اثنين، نقول فروم ديول لانه هذا ما عندناش اي حاجه، قال لك السيركل هاي يرجع لي القيمه بالشكل هذا. طبعا احنا ممكن نقول انتو ونعرف متغير، لكن انا برجع لك القيمه اللي انت بدك اياها. هنا عدل حط واحد ورجع لك ايه 3.4 بالشكل هذا. هيك احنا عرفنا فانكشن بسيطه تاخذ قيمه وتضربها في ايه في باي. طبعا احنا هنا ما ركزناش انه هو ار في ار بالشكل هذا، لانه بعملها ريبليس، بنعمل ايه كليك يمين ورن للسكريبت، بعملها كومبايل مره ثانيه، وهيك بنقدر ايش نستدعيها كمان مره بالشكل هذا. تمام. نعود للسلايدز. هنا عمل فانكشن بتاخذ رقم الموظف وبترجع لي ايش السالري بتاعه. تمام. نحاول نعملها ونشوف كيف بدنا نرجع السالري تبع الموظف، او ناخذها بالشكل هذا. زي ما احنا شايفين، نمر على الكود على السريع. create function get salary بتاخذ الاي دي، نوع من نوع employee اي دي، بتعمل return لنمبر، وهنا في عندي is. تبدا السالري هذا عباره عن local variable، وقال لك من salary type becomes equal zero، لو عرفته نمبر عادي. begin select السالري into السالري اللي عندي local variable from employee، where employee اي دي بيساوي اللي انبعت هان عندي، وبتعمل ايش return للسال، وبعمل اند. ممكن اسم الفانكشن تعملها باسم الفانكشن او من غيرها لحاله، بطبقها عادي. وبنعمل هذا الرام للسكريبت. هل قد جيت سال تدي لها اي موظف بدك اياه، نعمله كوبي ونروح نطبق الكلام هذا. سيلكت هذه جيت سال فروم فيور، تدي له ايه رقم الموظف رقم 100، ورجع لك راتب الموظف رقم 100. طبعا احنا ممكن ندي له زائد واحد، بروح بتضيف له القيمه اللي موجوده، بصير ايه زائد واحد، وممكن نعمل عليها اي شيء هنا. تمام. ممكن هنا نقول انتو بالشكل هذا ونستخدمها، لانه القيمه هذه بترجع قيمه نمبر، فانا بقدر اتعامل معها بشكل كاكسبريشن عادي. كيف تستدعي الفانكشن؟ ممكن نقول له اطبع لي اياها داتابيس اوتبوت دوت بوت لاين جيت سال بالشكل هذا، انه انا اعملها اكزكيوشن، انه انا مجرد ان انا بطبع القيمه تبعتها. تمام. هنا ممكن تحطها فيريبل، سمي باي فيريبل، تحط الفيريبل هذا سالري وتقول له السالري بيساوي جيت سال. ممكن تستخدم ايش بيجن واند وتقول السالري بيساوي جيت سال بالشكل هذا. طبعا هنا لو احنا بدنا بالشكل الثاني، انه احنا ممكن نقول ايه begin anonymous block begin وهي end، وهنا ايه نقول له هنا نعرف declare السال نوع نمبر، ونقول السال كم سيكوال جيت سالاري بالشكل هذا من غير ديوان، وتقول له داتابيز مانجمنت سيستم بوت، تقول له السال بالشكل هذا، وبيطلع لك السالري. طبعا انا ايش بدك ايش؟ عندك سيت سيرفر اوت بوت اون، وتروح تطبق الكلام هذا. اند بيجن خلاص مضبوطة، وانت هيك وتقول ايه اف 5. هي طبع لك القيمة ايه الموجودة جيت سال لصاحب رقم 100 بالشكل اللي انت بدك. طبعا انا ممكن تستخدمها برضه في فور لوب، ممكن تستخدمها في اي مكان انت بتحتاج حسب الحاجة الها يعني. وهنا قلنا كيف نعمل سيلكت عادي، ممكن جيت سال فروم امبلوي، وهذا بيطلع لك اياها عادي زي ما انت بدك.
طبعا كان اكستند بيقول لك ادفانس اوف يوزر ديفايند فانكشن ان اس كيو ال ستيتمنت كان اكستند اس كيو ال وير اكتيفيتيز ار تو كومبلكس، يعني تستخدمها بدل ما تستخدم انت جمله كومبلكس اس كيو ال تتعوض عنها بايه بالاس كيو ال فانكشن كان انكريز افشنسي وين يوزد ان ذا وير كلاود تو فلتر داتا از اوبزيت تو فلترنج ذا داتا ان ابلكيشن كان مانيبوليت داتا فاليوز حسب الاستخدام وحسب الحاجه اللي انت بتحتاجها كيف تستخدم الفانكشن لها احتياجات معينه فبستخدم هنا كيف بنديها بالاس كيو ال قال لك انه هنا ممكن نعمل سيلكت سالري والتاسك سالري فروم امبلوي وير ديبارتمنت تاسك سالري هذه عباره عن تاسك اللي هي عباره عن الضريبه الضريبه بيبعت لها رقم بترجع لك القيمه فانت ممكن تتعامل معها كعادي يعني تديها التاسك يعني تبعت له قيمه ورجع لك قيمه ثانيه والسلر هذه جايه من وين من الامبلوي تمام فرجع لك اياها ككل موجود لوكيشن اوف كول يوزر ديفاين فانكشن ممكن تستخدمها في السلكت بقول لك كونديشن اكسبريشن في الوير في الهافينج كلاوز ذا كونكتد باي ستارت وذ اوردر باي اند جروب باي كلاوز اوف كويري ذا فاليوز كلاوز ممكن انت تستخدمها في الانسير في الابديت في اي مكان انت بدك اياه بتقدر تستخدم الفانكشن بسهوله برضه هنا في عندي ريستريكشن انه الفانكشن هذه قبل ما انت تستدعيها لازم تتاكد هنا مهمه النقطه هذه انه الفانكشن ستورد في الداتابيس اكسبت اول ان باراميتر وذ فاليد نوت بي اس كيو ال سبيسيفيك تايب عادي بكون تايب يعني فاليد اس كيو ال تايب ريتيرن فاليد داتا اس كيو ال تايب نوت بي اس كيو ال تايب وين كولينج فانكشن ان اس كيو ال ستيتمنت باراميتر ماست بي سبيسيفايد وذ بوزيشن نوتيشن You must own the function. هذه مهمة جدا. You must own the function or have execute privilege. زي ما قلنا انه هي عبارة عن stored object. فبدك صلاحية انك انت تعملها execute للفانكشن مش اي واحد بيقدر يطبقها ويعملها سلم. Calling function from SQL طلع هنا هنا عملها عمل database او DML call SQL query. فهو عمل انسيرت في الجدول هذا وعمل ريتيرن للقيمه اللي عملها انسيرت زائد 100 فهذه النقطه انه انت لازم تكون عامل الجمله اتطبقت بعدين تروح تناديها يعني ما بينفع تعمل الفانكشن والفانكشن لسه بتعملها كومبايل وقبل ما تتخزن تروح ايش تستدعيها في جمله اس كيو ال فبقول لك ايش ما بقدرش انا اعملها اكزكيوشن لانه هو هنا ايش بقول لك ما بقدرش اشوف الفانكشن تمام قبل انت لازم تتاكد انه هي مخزن إيه؟ عشان نشيل الفانكشن نعملها دروب اسم الفانكشن بشكل هدف فبتنشال تمام طبعا فيوينج فانكشن لو انت بدك تعرض الفانكشنات اللي عندك بتقول سيلكت تكست فروم يوزر سورس هذه كلمه محجوزه وير التايب يساوي فانكشن وير التايب يساوي بروسيجر اوردر باي لاين هذا ممكن تشيلها فبروح بطلع لك كل الفانكشنات اللي عندك تمام وهذا من اليوزر اوبجكت برضه ايه بيروح طلع لك اسماء الفانكشن بس هذا بيطلع لك السورس كود تبع الفانكشن اللي انت عامل طبعا لو انت قلت يوزر سورس بيطلع لك السورس كود لو قلت يوزر اوبجكت طلع لك اليوزر اوبجكت فانكشن الفرق بين البروسيجر والفانكشن البروسيجر اكزكيوت از بي ال اس كيو ال ستيتمنت وهذا ممكن نعملها انفوك از ا بارت اوف اكسبريشن هذه ما فيش فيها ريتيرن هذه مصر contain return هذه كان return value if any in output parameter يعني كان عندك output parameter فممكن تعمل زي ما قلنا انه بعبر by reference فيعمل لك output هذه must return single value هذه كان contain a return statement without a value هذه must contain at least one return statement هذه ممكن تحط فيها return باستخدام output output in باراميتر مود هذه لكن لازم تحط فيها ريتيرن هيك احنا بنكون تعرفنا كيف نعمل الفانكشن نتعامل معاها بالشكل هذا والله المستعان واتمنى انه تطبقوا الكلام هذا وتشوف كيف نتعامل مع الفانكشن بشكل سهل وسريع طبعا الفانكشن هي بتكون هنا ك ستور داتابيس سكيما اوبجكت فانا عندي سيركت هاي فانكشن هاي كمان فانكشن هاي بقول لك هي ريتيرن نمبر
وفي عندي انا ار هي عباره عن انبوت، هذول الاثنين بالنسبه للجيت سالري في عندي ريتيرن وفي عندي الاي دي كاي انبوت باراميتر. تمام؟ لو بدك تعدل عليها بتعدل زي ما بدك بالشكل هذا، بتعملها كومبايل بتعمل ايديت، بتعملها ايديت بالشكل هذا، بتروح تعدل الكلام من هنا، بتروح تعملها كومبايل كمان مره، فبصير عندك الفانكشن بالشكل هذا. طبعا لو بدك تعملها دروب، احنا بنعملها دروب من هنا، كليك يمين طلع بنقول دروب فانكشن، فبنعمل لك دروب لها. في خصائص ثانيه للفانكشن طلع هنا، لو انت بدك تقول له جرانت، جرانت لمين؟ لليوزر اللي بدك اياه، فبتحط جرانت لاي يوزر اللي انت عندك، مثلا مثلا للسيس لاي يوزر موجود عندك، فبتعمل له جرانت للاوبجكت، وبتحط له ايش جرانت اول الصلاحيات الموجوده، فبصير ايش يطبقها ويشوف الاوتبوت تبعها. هذا والله المستعان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.